السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون خفيف وهيكون مفيد لجميع الناس، لأنه مش مخصص لمجال الستلايت بس أو مجال الدش بس، هو مخصص لجميع الناس اللي في البيوت، سواء كان عندك فكرة في الدش أو ما عندكش. بمعنى إيه؟ أو الفكرة جات إزاي؟ بقالي فترة كل الناس بتسألني على راديو أو كاسيت قديم، بحيث إن هما يشغلوه على الراديو عندهم في البيت. طبعا 95% من الناس عندهم الرسيفر القديم اللي بالشكل ده كده، عندهم الرسيفر القديم، أي نوع قديم، معالج عالي، أسترا، كيوماكس، أي نوع سترونج، أي نوع من القديم ده الناس كلها ركنته وجابوا رسيفر اتش دي. طيب الرسيفر ده بدل ما نرميه ممكن نستعمله كراديو، وطبعا ما فيش وجه مقارنة بالنقاء الصوت بالنسبة للرسيفر وبالنسبة للراديو العادي. كل اللي احنا هنخسره على الرسيفر بتاعنا هنجيب دايرة زي ديت، هنتكلم عليها دلوقتي. دايرة زي ديت معرفش واضحة عندكم ولا ايه، دايرة زي بتقريبا ب15 جنيه، يعني الرسيفر اللي انت راميه هتخسر عليه 15 جنيه وهتحوله لراديو ما فيش زيه في نقاء الصوت ونقاء الموجة. طبعا قبل ما نعمل اي تغيير في الرسيفر، اول حاجة هنوصله على اي تلفزيون، وبعد كده هندخل على المنيو، على القائمة بتاعته يعني، وندخل على قائمة القنوات. طبعا كل رسيفر له طريقة او له شكل معين، انت كل اللي انت تعمله انك هتمسح جميع القنوات التلفزيون. طبعا كل رسيفر بيكون عليه قنوات تلفزيون وعليه قنوات راديو، هنمسح جميع قنوات التلفزيون. طبعا في الرسيفر المعالج عالي بنضغط على رقم 5 وبنكتب الرقم السري اللي هو 4 أصفار، وبعد كده بنضغط اوكي. بيقولك هل ترغب في الحفظ؟ هنقول له موافق. بيقولك جاري حفظ البيانات. بيقولك لا يوجد برامج تلفزيونية. هندخل على المنيو تاني وننزل على محطات إذاعية، نضغط عليها اوكي. هنمسح كله ونسيب إذاعة القرآن الكريم أو قناة القرآن الكريم. هنضغط عليها رقم 5 برضو، هيظهر عندنا الرقم السري، هنضغط عليه 4 أصفار. هنيجي على القرآن الكريم ونضغط رقم 1 عشان نشيل الحذف من عليها، يبقى أصبح كده كل القنوات هتتحذف إلا قناة القرآن الكريم. هنضغط على أوكي. ولك هل ترغب في الحفظ؟ هيقول له قول له موافق. أصبح كده الرسيفر مش عليه غير قناة واحدة، وهي قناة إذاعة القرآن الكريم. بعد ما مسحنا جميع القنوات وسبنا قناة القرآن الكريم بس، هنفتح الرسيفر بالشكل ده كده. بعد ما فتحنا الرسيفر بالشكل ده كده، في دايرة باور وفي الدايرة بتاعة الرسيفر. احنا كل احنا هنحتاجه، طبعا دايرة الباور بيكون طلع منها كابل كده، وبيكون مكتوب جنب الكابل جميع الفلطيات، يعني عندي هنا 3.3، وعندي أرضي، وعندي 15، وعندي 21، هم أربع فلطيات. طيب أنا هحتاج للبوردة دي إيه عشان أشغلها؟ البوردة دي هحتاج لها 12 فولت. طيب أنا هنا مفيش 12 فولت، في 15 فولت، ال 15 فولت هيشتغلوا عادي. طيب إحنا أول حاجة هنعملها إيه؟ هنقلب أو هنلف الدايرة دي على ظهرها كده، هنلاقي مكتوب هنا VCC و ان، ممكن الكاميرا تكون ظاهره شويه، في سي سي و ان وارضي وارضي. طيب الفي سي سي ديت هو ال 12 فولت، والان هو دخل الصوت. هنمشي مع بعض خطوه خطوه عشان ما حدش يتلخبط. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنجيب السلك اللي داخل للفي سي سي بالشكل ده كده، ادي السلك اهوت. لو بصينا كده من تحت هنلاقي داخل للفي سي سي اهو. اول حاجة هنعملها هنعرر السلك كده، وزي ما قلنا ان في هنا سلك موصل 15 فولت، هطلعه كده. ادي 3.3، وادي عندي ارضي، وادي عندي 15 فولت، 15 فولت او 12 فولت بيشتغلوا عادي. طيب ادي كده هقص السلك ده، نمشي مع بعض واحدة واحدة. قصينا السلك اللي داخل اللي طالع من 15 فولت او ال 12 على حسب ما تلاقي الفولت اللي عندك، اهم حاجة ما يكونش اكتر من كده. وبنعلي وبنعري السلك كده،
وهنجيب السلك كمان معاهم، يبقى اصبح عندي سلك هنا اللي داخل على البوردة ديت، وعندي سلك اللي داخل على البوردة ديت، وعندي السلكين بتوع دايرة الباور. هلم التلات اسلاك كلهم مع بعض بالشكل ده كده، وطبعا عشان زيادة التأمين لو انا عندي كاوية ولا حاجة ممكن احط عليهم الزير بالشكل ده كده. يبقى انا كده وصلت 12 فولت، او بمعنى اصح اللي عندي هنا 15 فولت. طيب ال 15 فولت او ال 12 فولت ده محتاجين ارضي. طيب هلاقي عندي هنا في اتنين مكتوب عليهم ارضي وارضي، هاخد اي واحد منهم وليكن الاخير مثلا. ده كده الارضي، والحمه في اي مكان، او طبعا انا عندي هنا ارضي ممكن اقص السلك ده والحم الارضي، لكن اي جسم من الرسيفر هو ارضي. يبقى مثلا هحط على السلك الزير كده بالشكل ده كده، نقص الزيادة بس الاول كده. ممكن الحمه في علبة التيونر هنا، معرفش واضحة عندكم ولا لأ، ممكن الحمه في علبة التيونر هنا او الجسم ده، او اربطه على اي مسمار. هلحمه في الجسم بتاع علبة التيونر اصبح كده عندي انا كده وصلت الكهرباء. يعني لو وصلت الرسيفر دلوقتي في الكهرباء الدايرة هتشتغل. طيب الطرفين التانيين دول بتوع ايه؟ الطرفين التانيين واحد ارضي وواحد داخل الصوت. طيب الارض التاني سيبه دلوقتي لان الاتنين ارضي مع بعض، يعني الاتنين ارضي اللي احنا وصلناهم مع بعض. انا يعني كده فاضل بس عاوز اركب طرف واحد اللي هو اللي مكتوب عليه ان، اللي هو داخل الصوت، ان داخل الصوت. هجيب السلك بتاعه كده طبعا، في دوائر ما بيجيش معاها الاسلاك ديت، انت اللي بتعمل الاسلاك ما فيش فرق برضو. يبقى دي ادي فردة الان، اعريها كده، حط عليها الزير بالشكل ده كده. طيب هلحمها في انهي مكان؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا عندي هنا اصفر اللي هو داخل الصورة، وعندي احمر، وعندي ابيض داخل الصوت. المفروض ان انا هلحم فردة الان ديت اللي هي داخل الصوت في اي مخرج من دول، في اي احمر او ابيض، احمر او ابيض، لانهم هم اللي متحكمين في الصوت او هم خارج الصوت. يبقى لو بصيت من جوه كده هلاقي في مكان كده ممكن الحم فيه اللي هو بالنسبه للجاك الاحمر. يبقى هزود الزير على الرجل من جوه وهلحم فيها سلك الدخل علشان الناس برضو تشوف اكتر. اقرب لكم اهي، لحمنا السلك في الجاك الاحمر او الابيض، الابيض او الاحمر ما فيش فرق بينهم. طيب فاضل كده ايه؟ فاضل ان انا اجيب سماعه. هجيب اي سماعه عندي من اي كاسيت قديم او من اي حاجه. انتوا شايفين السماعه اللي انا بشتغل بيها سماعه بايظه خالص، بس هي شغاله، بمعنى اصح انك ما تخسرش كتير. يعني هنحط السماعة بالشكل ده كده، وهلاقي عندي هنا، عندي هنا مكتوب اوت وارضي. اوت وارضي دول بتاع السماعة، عندي اوت وارضي دول بتوع السماعة. هجيب اسلك السماعة كده وهركب كل طرف منهم في مدخل من ده كده. طبعا ده بتربطه بمسمار عادي بالشكل ده كده، ونفس الحكاية الطرف التاني، وبرضو نربطه بالمسمار بالطريقة انتوا شايفينها ديت كده. اهي اصبح عندي الدايرة واصلة. كل اللي فاضل لي ان انا اجرب بس الدايرة، هشغل زرار الباور. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين الدايرة اشتغلت اهي، اتنورت.
طبعا زي ما حضراتكم سامعين ادي الصوت ما فيهوش اي زنه ولا في اي حاجه، ادي الصوت ما فيش اي غلطه خالص. نقفل كده الباور ونحاول بقى نجيب اي، طبعا دي العلبه اللي كانت بتيجي فيها الدايره، هنلم الدايره كده بالشكل ده كده. واي شريط لحام نلف عليها عشان ما تلمسش اي حاجة. طبعا السلك ده ممكن اقصه او اسيبه، هو ارضي مش هيضر في حاجة، والحم كمان والف كمان شريط لحام على ال 12 فولت او ال 15 فولت اللي انا اخدت منهم للدايرة بالشكل ده كده. يبقى انا كده ب 20 جنيه او ب 15 جنيه جبت راديو مفيش صوت راديو هيقدر يتقارن معاه، لان ده طبعا بيشتغل على القمر الصناعي. كل اللي انت هتحتاجه انك هتعدل كده وهتركب عدسة 2 مخرج على طبق النايل سات، وهتركب السلك بتاع المخرج التاني في ده، سواء انت عاوز تحط ده في المطبخ او في الصالة او في عندك بيت مهجور ولا اي حاجة كده. انت ولا محتاج تلفزيون ولا محتاج راديو انه يشتغل اذاعة القرآن الكريم. كده اذاعة القرآن الكريم شغالة عندك، مفيش اي تقطيع، مفيش اي دوشة في الصوت، الموجة ثابتة خالص. ونجرب تاني برضو لما نشغل كده الباور، زي ما حضراتكم سامعين. طيب نعلي الصوت شوية. زي ما حضراتكم سامعين الصوت مفيش احسن من كده. اتمنى ان الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.